ابن رشيد العالم الأديب اللغوي المحدث المفسر المؤرخ المولود في سبتة في أقصى شمال المغرب العربي المطل على مضيق جبل طارق، هذه المدينة الصغيرة. ولد في سنة 658 هجري. هذا العالم الجليل قرر أن يزور المشرق العربي وأن يلتقي بعلمائه وأن يحج، لأن زيارة المشرق في ذلك الزمان مما يعزز المكانة العلمية لدى علماء المغرب العربي طبعا، ويقصد بالمشرق الشام ومصر وجزيرة العرب والحجاز وما حولها، يعني هذه البلاد كانوا يسمونها المشرق والمغرب اللي هو المغرب العربي. خرج ابن رشيد رحمه الله من بلاده وتوجه إلى الشام ومكث فيها سنة. فلما ركب ابن رشيد قوافل الحجيج متوجها صوب بلاد الحرمين الشريفين أخذه الشوق والاشتياق إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، فقال عبارة في غاية الجمال والروعة، قال: والوجد محتدم والشوق غير مختتم. يا سلام، دائما علماء المغرب والأندلس في هذه العبارات في التعبير عن الحب والشوق والاشتياق، لهم عبارات جميلة جدا وكأنهم أخذوا من طبيعة بلادهم الجميلة. فسارت القافلة، فلما وصلوا إلى العلا قال عبارة أجمل، قال: والأرواح تكاد تفارق الأجساد شوقا إلى طيبة. يا الله، ما أجمل هذه العبارة. ثم وصلت قافلة ابن رشيد إلى المدينة المنورة، ونقل لنا ابن رشيد رحمه الله وصفا رائعا لأهل المدينة عند استقبالهم الحجاج، قال: وخرج الحجاج لملاقاتنا وتهنئتنا بسلامة الوصول، وكانوا يهدوننا التمر. ابن رشيد يقول أن أهل المدينة يهدون الحجاج التمر عند وصولهم المدينة، يقول: حتى كانوا يحملون معهم العصي، يحملون معهم العصي ويجعلون في أعلى العصا شيء يشبه الوعاء، ويضعون في هذا الوعاء التمر ويحملون العصايا إلى القافلة، إلى أعلى القافلة، إلى أعلى، حتى الذي فوق القافلة فوق الجمل يستطيع أن يأخذ من هذا التمر، وهذا من كريم أخلاق أهل المدينة. ثم مكث ابن رشيد في المدينة ما شاء الله له أن يمكث، ثم خرج إلى مكة يريد الحج سنة 684 هجري، وكتب مشاهداته في الحج. وكانت تلك السنة 684 من ابن رشيد كأنها وثيقة تاريخية لحج ذلك العام. ثم بعد الحج رجع ابن رشيد إلى المدينة لحبه لها، ومكث فيها ما شاء الله له أن يمكث. فلما أراد أن يودع أهل المدينة وأن يسافر إلى بلده قال أبيات في غاية الجمال والروعة يودع فيها أهل المدينة، فماذا قال؟ اسمعوا، قال: وودعكم وأودعكم جناني، وأنثر عبرتي نثر الجماني، وقلبي لا يريد لكم فراقا، ولكن هكذا حكم الزمان. يا الله يا الله، أبيات في غاية الجمال والروعة. رحم الله تعالى ابن رشيد الأندلسي وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. اللهم آمين، في أمان الله. نسيت أن أذكر لكم أن ابن رشيد رحمه الله في هذه الرحلة ألف كتابا دون فيها مشاهداته ومسموعاته وملحوظاته في رحلته هذه، في كتاب أسماه ملء العيبة، بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. ألف هذا الكتاب ودون فيه جميع ما شاهد في رحلته هذه، مرورا بتبوك والعلا والمدينة وماذا شاهد فيها، ومكة وماذا شاهد فيها، وصف الحج تلك السنة وطريق الحج عموماً.